تفاعل كبير شهدته منصات التواصل المغربية بسبب هذه الصورة، وهي تظهر اعتقال بائع متجول في إقليم أصفي. الجدل كان حول السلسلة الموضوعة على رقبته واقتياده من قبل رجال الأمن بهذا الشكل الذي يظهر. الحادثة أتت بحسب ناشطين عقب حملة توقيف لباعة خضار وفواكه متجولين بسبب وقوفهم في حي كورس احتجاجا على عدم استفادتهم من محلات تجارية بالسوق النموذجي الذي افتتح حديثا في المنطقة. تداول ناشطون فيديو من موقع أصفي كود يظهر فيه عدد من قوات الأمن وهم يعتقلون شخصا حول رقبته سلسلة ويجره أحد أفراد الأمن من السلسلة، ودار لغط كبير حول سبب اقتياده بهذه الطريقة ومن وضع السلسلة على رقبته بهذا الشكل. الموقع نفسه أجرى مقابلة مع البائع قبل اعتقاله، وكانت السلسلة ملفوفة حول عنقه، وتحدث خلال المقابلة عن معاناته كبائع متجول. هذا القيد راه طحنا حنا عصر ولا كيطحن حتى اولادنا عيالات ولا كيضرب فيهم عيالات ما عنده حتى شي مشكل مع مراه واقفه مع راجلها مناضله مع راجلها الحق بلاصتو ولا كيسلق فيها عصر وكيحيد لها النقاب ديالها. هذا القيد كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو يدخل لنا في هذا المشكل. هذا اربع شهور هو كيطحن فينا بالعصا. رمضان دوزنا كامل عصا مع هذا القيد هذا، ما عرفناش واش السلطه كتحمينا ولا كتعطينا عصا. كنطالبوا بلاصتنا، يعطينا بلاصتنا، غير كنطالبوها فقط بلاصتنا. وعاش الملك. الناشطون ألقوا باللائمة على السلطات واعتبروا ذلك تعاملا سيئا أو مسيئا، ونقلت مواقع بيانا من عمالة إقليم أصفي يقول في ذلك البيان، تقول العمالة: مواقع التواصل تداول صورا وتعليقات تدعي تقييد القوات المساعدة شخصا بأقفال وسلاسل حديدية عند منطقة عنقه. الشخص هو بائع متجول قام بشكل احتجاجي بتكبير نفسه بواسطة سلسلة والقيام بربطها بقفل مع العربة التي يعرض عليها السلع التي يبيعها لإعاقة عمل اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم الماعة الباعة المتجولين وتحرير الملك العام بمحاذاة السوق النموذجي. ناشطون كثيرون اعتبروا اعتقاله بالسلسلة أمرا مهينا حتى لو كان هو من وضعها، وآخرون اعتبروا الأمر عائدا لقرار قوات الأمن. هنا حفيظ زرزان يقول: هذا بائع متجول وكانت هناك رشوة في توزيع المحلات فخرجوا للاحتجاج، وهو اختار وضع السلسلة وقفلها مع عربته كي لا تؤخذ منه. الغضب ممن ترك السلسلة بعنقه فلم يكلفوا أنفسهم عناء إزالته أولا بل تم جره منها. إدريسي في تغريدته: هو من وضعها بنفسه ويجب أن يؤخذ إلى المخفر هكذا. هشام: الصورة تذل الإنسان، لأن الأصل في الصورة ليست السلسلة بل من يجر السلسلة ويقبضها بقوة ويجرها جرة. وهنا أمين قال: غضب المغاربة من طريقة اعتقاله واقتياده سواء كانت السلسلة ملكه أم لا.